من أعماله السيئة أنه وقعت في عهده ثلاثة أحداث كبيرة، منها مقتل الحسين رضي الله عنه وأهل بيته، منها وقعت الحرة لأهل المدينة، منها حصار عبد الله بن الزبير في مكة ورمي الكعبة بالمنجنيق. من أهل العلم من أباح لعنه أو أباح سبه، هذا عدا ما اشتهر عند البعض من أنه كان يشرب الخمر أو كان يلعب القردة أو غير ذلك من الأمور. حفظه الله قال معاوية ويزيد الذي يعني يترضى عن يزيد، وهذا للأسف موجود، ويتكلم عن سيدنا الحسين، وللأسف أسماء في عصرنا صارت تتكلم وترى أن سيدنا الحسين مخطئ وأنه مستحق والعياذ بالله للقتل، توهما أنه بذلك يدافع عن السنة ويدفع التشيع. هذا يوصلنا إلى النصب بلا شك، أن الذي يعتبر يزيد مصيبا وأنه يترضى عنه، بعض الجامعات الإسلامية أعطت ماجستير في مناقب أمير المؤمنين يزيد، هذا نصب صحيح. أنا الثاني حكم لعنة اللي هم اختلفوا فيه، أقوال بعض العلماء فيه، أجيب لك المشاهير، أنا ممكن ترى مكتبتي نص الكتب جاي أجيب لك المشاهير الكبار. عمر بن عبد العزيز، أولا عمر بن عبد العزيز أموي، ثانيا عمر بن عبد العزيز عابد، ثالثا عمر بن عبد العزيز خليفة، رابعا عمر بن عبد العزيز فقيه مجتهد لكن شغلته الخلافة. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ ذكر ابن حجر إمام أهل النقد في عصره، بل في عصر المسلمين كلهم القرن التاسع الهجري، في تهذيب التهذيب، قال يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية أحد الثقات، حدثنا نوفل بن أبي عقرب ثقة قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال أمير المؤمنين يزيد، فقال عمر تقول أمير المؤمنين يزيد، وأمر به فضرب 20 صوتا. تهذيب التهذيب، السير، تاريخ الإسلام. Ada beberapa versi terkait dengan penyebab kematian Yazid bin Muawiyah, pembunuh Sayyidina Husain. Versi pertama, saat Yazid pergi untuk berburu, ia jatuh dari kudanya. Lalu kudanya lari dan Yazid terseret-seret ke tanah oleh kudanya sampai mati. Versi kedua, saat malam kematiannya, Yazid tidur dalam keadaan mabuk lalu mati di waktu paginya. Yazid dikubur di Bab Esh-Sagir, Damaskus, Syria. Versi ketiga, Yazid dibunuh dan diracun oleh anak perempuan Hujur bin Adi yang bekerja sama dengan saudara Hujur yang bernama Abdurrahman. Menurut keterangan kitab Al-Kamil Fitareh, Yazid mati karena mukanya terkena manjani, senjata pelontar berpengimbang berat,
sehingga ia sakit beberapa saat dan kemudian mati. Yazid memerintah selama 3 tahun 9 bulan dan meninggal pada usia 38 tahun pada tahun 64 Hijriah. Versi terakhir melaporkan bahwa Yazid terkena penyakit gampang haus dan setiap kali minum air, ia justru semakin haus. Hal ini terus terjadi hingga ia mati.